ولمناقشة المشهد التركي ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو. سيد يوسف، مرحبا بكم. الرئيس التركي أردوغان قال إن تراجع الليرة ناجم عن مؤامرة سياسية، لكن يعني إلى أي مدى يمكن أن تتخلى أمريكا عن حليف مهم مثل تركيا؟ مساء الخير، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. طبعا ما يتم الآن أو ما تم منذ يوم الجمعة الأسود على تركيا هي حرب اقتصادية بامتياز بقيادة أمريكا وترامب تحديدا. وأتوقع أن الغطرسة الأمريكية والكوبوي الأمريكي أراد أن يقوم بابتزاز تركيا سياسيا وأن يقوم بمعاقبة تركيا لمواقفها في المنطقة وأيضا لمطالبتها المعاملة الند بالند والاحترام المتبادل. أمريكا لم تتعود هذه السياسة، وتعودت إذا أمرت أن تطاع أن يطيح الآخرون، أن تنفذ أوامرها بالمطلق، وهذا لا يتمشى مع سياسة تركيا. تركيا تؤمن بأن مصالحها القومية ومصالح شعبها فوق كل اعتبار. والقصة قديمة، لا نريد أن ندخل في تفاصيلها. الآن تركيا تعاني أو أن الآن هي الآن تتحمل ضريبة ونتيجة هذا التغيير في العلاقة بينها وبين أمريكا. أمريكا أصبحت هي الحليف اللدود، يعني هي ضربت إسفين في العلاقات الاستراتيجية، وهذه ليست أول مرة بالمناسبة. أمريكا سواء في ملف سوريا، في تسليح هذه المجموعات الإرهابية الكردية، في تعاملها مع ملف جولان المسؤول عن محاولة الانقلاب الفاشل، في كثير من الملفات أمريكا أدارت تركيا ظهرها، والآن هي تتآمر على تركيا اقتصاديا، وهنالك مضاربات مالية لإثبات أن الاقتصاد التركي ضعيف وتريد أن تصيبه في مقتل. وبالتالي أتوقع أن أمريكا وترامب سيعانون كثيرا في حال خسارتهم لتركيا التي هي دولة قوية في المنطقة ولديها ثقلها الاستراتيجي والاقتصادي. وأتوقع بأن هذه المآلات تكون سلبية ليس على تركيا فقط وإنما على أمريكا بذاتها. سيد يوسف، السيد أردوغان قال سنبحث عن حلفاء جدد، على من تعول تركيا في حلفها القادم؟ يا سيدي، تركيا هي لديها علاقات استراتيجية مع كثير من الدول. رأينا كيف دعيت قبل أسبوعين إلى جنوب أفريقيا لاجتماع البريكس، وهي الدول ذات الاقتصاد الناشئ، روسيا، الصين، البرازيل، جنوب أفريقيا، الهند. تركيا لديها علاقات طيبة مع خماسية شنغهاي، تركيا لديها علاقات طيبة مع كثير من الدول العالمية، علاقات مميزة مع روسيا اقتصاديا، مع الصين أيضا انفتاح اقتصادي. ذلك تركيا لديها جميع الخيارات، والخيارات مفتوحة لها لما يحقق أمنها القومي ويحقق لها الرخاء الاقتصادي، وهو المطلوب للشعب التركي. يعني أمريكا هي التي عليها أن تفكر بليا قبل أن تخسر هذا الحليف. وتركيا بعد محاولة الإنقلاب الفاشل إلى الآن وهي تعاني من هذا الحديث. يعني هذه المعادلة التي الآن ما تزال أمريكا تستمر في الغطرسة والتعامل بندية وكبر، هذه تركيا لا تقبلها. انتهى هذا الزمن وانتهى هذا الحوار. وبالتالي البدائل موجودة، وهناك الكثير من الدول ترحب بالتعامل مع تركيا بشكل مباشر. التحالفات البديلة هي الآن ترحب بتركيا. وأتوقع أن إذا أمريكا إذا لم تستيقظ وتعي بأن على وشك أن تخسر هذا الحليف القديم، فستفاجأ بخسارته على أرض الواقع بشكل محقق. طيب سيد يوسف، الرئاسة التركية أنكرت أن يكون السيد أردوغان قد طرح فكرة وضع الدولة يدها على الودائع. برأيكم يعني من وراء إصدار مثل هذه الأنباء، وما الغاية والغرض منها؟ يا سيدي، يعني المخطط هو حرب اقتصادية شاملة تكاد تشبه محاولة الانقلاب العسكرية الفاشلة في 2016. حرب ضروس تخوض تركيا هذه الأيام، وهنالك كما أسلفنا أبعاد أخرى، بعد سياسي أمريكي ضد تركيا، ولهم أذناب تقوم بتنفيذ هذا المخطط من داخل تركيا. اليوم تم الإعلان عن 354 نقطة تشويشية تقوم بنشر الشائعات المالية التي هدفها
هو إيهام المستثمرين الداخليين والمواطنين والمستثمرين الأجانب أن هنالك أزمة حقيقية مالية وخلق جو من الهلع والقلق والتوتر ليقوم الجميع بسحب أموالهم ومدخراتهم من البنوك. هؤلاء نعم هؤلاء هم أداة بأيدي من يخطط لهذه الحملة أو الحرب الاقتصادية على تركيا، وتم تثبيتهم وأحيلوا للقضاء. تركيا لن تتهاون في هذا الموضوع ولن تسمح لأحد أن يمس أمنها الاقتصادي كما لم تسمح أن يمس أمنها السياسي، وهذا حق طبيعي لتركيا. من إسطنبول الكاتب السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو، شكرا جزيلا لكم.